بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ به نستعين عليه نتوكل منه دوما وأبدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم مشاهدين الأعزاء من هذا الموقع الرياضي ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث. نحييكم في صباح هذا اليوم يوم الخميس الموافق 9 من شهر ديسمبر شهر 12 لعام 2021 للميلاد. نحييكم مع هذه الانطلاقات التي تنطلق في السباق 8 ضمن السباقات التمهيدية التي بدأت ببداية الموسم لتنطلق أمام حضراتكم مستمرة حتى نهايته ووصولا إلى ختامياته. انطلق مشاهدين الأعزاء قبل قليل أول أشواط الحقائق لهجن أبناء القبائل بمسافة 3 كيلومترات بجوائز نقدية قدمت للعشر المراكز الأولية التي تنطلق أمام حضراتكم في أرضية هذا الميدان. ناتي بأول نداء، نسير مع أول الانطلاقات والتحديات. سراقه تتقدم، فارس بن علي بن حاضر المزروعي ياتي بوجود وانطلاقة سراقة على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما ننتقل إلى المركز الثاني. هذه ظنة تتواجد على المركز الثاني، عبيد بن نصيب السبوسي المركز الثالث، وصلت أرام عبد الله بن سعد بن سالم القمزي ياتي بانطلاقة ووجود أرام، تدخلت أيضا على المركز الرابع في هذه اللحظات. هذه وجد يابر بن سالم بن هياي المنصوري ياتي بانطلاقة ووجود وجد المتواجدة على المركز الرابع، بينما المركز الخامس فهادي وجل محمد بن راشد بن فريوه المنصوري يعلن بانطلاقتي ووجودي وجل على المركز الخامس. هذه الخمس المراكز الاولى، هذه الاسماء المتقدمة الباحثة عن الفوز والناموس في انطلاقة هذا الشوط في وجود هذه النوعيات التي تظهر لتبدع باول اشواط ارضية هذا الميدان باول الانطلاقات التي تسير بقوة التحدي والتنافس. 1200 خلاص ما تبقى من نهاية هذا الشوط من عمر هذا الشوط. المقدمة والصدارة سراقة سراقة تأتي أيضا هناك على المقدمة لتكون أيضا في بداية الانطلاقات. وصل بالحزم سراقة على المركز الأول، فارس بن علي بن حاضر المزروعي هذه هي أيضا انطلاقة الهائلة. عمير بن حزم بن قناص العامري يعلن بانطلاقتي ووجود الهائلة على المركز الثاني. تحركت طليعة تواجدت بشعار بن ياعد، تدخلت الأسماء الجديدة خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري يعلن بوجود طليعة وبن هيام مع وجد يابر بن سالم بن هياي المنصوري وجل محمد بن راشد بن فريوه المنصوري. هذه النتيجة والانطلاق ياتي بوجود الهائلة على مقدمة هذا الشوط. هذه الهائلة تتقدم على الصدارة. عمير بن حزمي بن قناص العامري يعلن بوجود هذه النوعية. طليعة قادمة تبدأ بتحركاتها المثيرة لانطلاقة هذا الشوط. هذه طليعة خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري احد ابناء الميدان وممثليها في المحافل التراثية ياتي بانطلاقة طليعة المتواجدة بلا اي توامر على المركز الثاني، ولكن راحت الهائلة راحت الهائلة على المقدمة، سارت نحو الناموس، انطلقت نحو الابداع. عمير بن حزمي بن قناص العامري يعلن بوجود هذه النوعية. طليعة بدأت تطلع في الامتار الاخيرة تظهر بالانطلاق المثير
تبدع مع اللحظات الأخيرة. هذه طليعة طليعة تتقدم على الصدارة. خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري يأتي بانطلاقة هذا الشوط ثانيا للهايلة. عمير بن حجمي بن قناص العامري وقل محمد بن راشد بن فريوح حل ثالثا ورابعا. كانت الحاب حمد بن هدي بن بطي بن ميثان الشامسي وخامسا للميهولة خليفة بن عبد الله بن محمد. كان هذا الشوط بمسارة وبانطلاقة طليعة 4 دقائق 32 ثانية التوقيت الزمني.